السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شلونكم؟ طيبين؟ اليوم جايب لكم مقلب، ان شاء الله انه يعجبكم، وان اعجبكم لا تنسون تعطوني لايك، وبحط لكم كود سنابي، واتمنى الكل يجي يشوف يومياتي. طبعا المقلب بخويا ايمود، سبونج، علي الشهري، كارا، قبوص، ابى مقلبهم وفك عليهم شكيرة وشوفوا الاكشن اللي بيصير. خلوكم معانا. حاط لهم هنا بالحمام اللي بينحاش ويدخل الحمام، حاط لهم هنا كلب. حلوين؟ حاط لهم بالمستودع ذا كلب، لان دائما يجوني هم ينحاشون يدخلون هنا. بس شوف هذا طبعا شرس، ما حد يقدر راح يدخل. عضو جوي، عضو بس طبعا بيروح فيها اللي يدخل هنا، يعني مره منتي وضع. طبعا خلوكم معانا، بتصل عليهم واشوفهم وينهم وارجع لك. هنا بيجلس واحد من اخوياي متفق معه، بيجلس بالسياره يصور، وان شاء الله انه يعجبكم الفيديو. طبعا فاكلهم شوشو بيروحون فيها. هنا تضبيط تصوير عبد الله وتوحه. توحه انا مسميك، بس يلا موحه. انا اللي بافك ام الابواب، احتري بس اشاره منك. طبعا ذا اللي بي يعني نستقبل العيال وبعطيه اشاره، بيكون ثابت الجوال هنا، وبيجون هم كالعادة انهم بيصورون هنا، وهو ينقز كذا ويقول تعال صور، افتح زي كذا، ويفتح عليها ويرجع يفتح على شوشو. طبعا لبوتين، اول مرة اني اسوي المغامرة هذه، وان شاء الله انه يعجبكم وما تحصل اصابات. لا بيحصل جربة، بس بيحصل جربة يعني. ها خدوش. طبعا مصورنا مو باين، تاكي بالسيارة، هذا حطيت زوم عليه. بتموت؟ لا لا، بنفك الشباك شوي عشان الصوت. ايه دقيقة، ما عليك، خلنا تعجبني. الحين ما ضبطها لك. طبعا هنا نبي مود هو ينام. طبعا هنا جهاز شوي وصل، كيف خلصنا هنا؟ شوشو ابيك تجربينهم جربة. طبعا جالسين الحين نتصل على مود نشوف وينه، ان شاء الله انه يرد. يويلهم، اتصلنا على مود بنشوف وينه. الو، النت هنا ماشي. الو، ها مود فصل، هو اتصل علي. الو، هلا مود. هلا باسل، ها وينكم؟ حولك قريب. كم يبي لكم؟ باقي تقريبا 10 دقائق. اوكي حياكم الله، اذا وصلتوا ابد انا اشوفكم على الكام. طيب معنا شيء؟ والله انتم يعني تحتاجون شيء تشربونه. من عطى مشاور، ما ادري من طلب. ايوه ابد، لكم انتم بتعطشون ترى. يلا حاجه جايينك. يلا، لا ما في شيء، لا مويه لا شيء. بس ها لا تكفى. وشو؟ مو زي مسحك دائما، حاول انك ما تطلع النمور والاسود. لا ما عليك يا رجال الود، خلاص من بعد مستر شنب، من بعد مستر شنب ما عاد اسويها. خلاص اجل، حياك. يلا جاي، حياكم الله.
سمعتي صوت هذا اللي تو يكلمني ابيك تعضينا زي كذا عض على طول زين؟ هنا الحين نشوفهم اول ما يجون وان شاء الله ان الامور طيبه ويعني تصير جربعه مضحكه كوميديه بس ما فيها اصابات وزي كذا. هو يقول لي ما نبي حركاتك. والله ما اعرف انا انسان ما اعرف اذا ما اخليكم ترولون. طبعا هذول هم وصلوا انا بروح اثبت الجوال وارجع لكم. وصلوا شوف الجربه تبي تضحك كثير. الف ويلا حيهم. يا مرحبا وسهلا. Run. ها قبوس ها يا ولد ايش فيك يا علي؟ ما اقدر اتحرك انا خالص. والله ما تقول لك شيء. لا تكفى. لا 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 يخرب بيتك. لا عيب شوشو. فك شوشو والله ما انت صاحي يموت. دخلتها هنا والله لا يروحون فيها. ها هذا اللي طلعها شو سوت فيه. ها موت. والله ضاع فيها. عب الله يلا عندنا. يلا يلا ورا. غبي. وي وي والله ده وي. هذا وضعية الميت. اي وضعية الميت ما تجي. مات كذا. انا اصبر اصبر. شو اسوي ساعات القفص. والله يا لنا الحين لو القطته لا يروح فيها. لا نطقطق عليها عرفت؟
راح يا علي. شوف ما تبيه كارة، تبيه هو لأن بدأ يستهبل عليها. والله يا قبوص أنا مسكتك العين، والله لا غير تروح فيها. خلاص ثقيل ثقيل إيه. والله راح فيها راح فيها. موت أنت مجنون. أليفة خلت عضك. شوف هجموا اثنين هم عليك. عبود طلع لي الدجاج خلنا ندخله. باقي الاكشن الثاني. تتوني يلا باسل ختامية باسل كفو جوي هنا جوي عضل جوي خلاص عضل طبعا يا عيال انا مصور مقطع يوتيوب تعال هنا
قرب لحد ابلعن امه. شوف الادب بس لا تسوي هذا. مصور فيديو انا. طبعا انت خلص خلص ما عليك. شوف كلها طالعين. ايه كلكم. كلهم. خلك خويهم. لا. لا ما يقولك شيء. لا. لا جوي. اي. 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 اجلس. خلاص فيه. انا ابغى اشوف نايف. كارف يعني. بس خليه صديقي. لا تخليه. ايه جوي. كان دابول. كان لا. وجهك قبل حالي. انكسر وجهك. ايه. طبعا مقلبت اخوي اي والله ما يعني ما حد يدري عن الكلب وعن الابوة. بس ذا مجنون. اليوم. كويس الوالد. فك فك على شوش والله شوش ما طلع. شوش خبل اليوم. ما تشوفني انا يوم تبي تهجم اترك التصوير وانا صراحة على طول. والله لو لا والله ما شفت يوم انها تمسك الكوره وش صار نفس المسك. وعد اتمنى ان اعجبكم المقطع ولا تنسون تسووا لي حركه الاكسبلور. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه وفعل جرس التنبيهات. كفو شاركوني يا اتكلم انا ما اقدر اتكلم. قبوس قبوس لا لايك واحلى اشتراك لو ما تسوي لايك اقسم لا تبكي الكلب. والسلام عليكم ورحمة الله.